حضراتكم مرة تانية ونبتدي بقى معاكم أول فقراتنا الحوارية، وهنبتدي معاكم بالسفر على طول. دايما بنقول إن في السفر 7 فوائد، واللي بيسافروا دايما بيقولوا إن الفوائد الحقيقة أضعاف الرقم ده، بس طبعا ده لطبيعة مجتمعنا والعادات والتقاليد اللي احنا عايشين عليها من سنين طويلة. فالحقيقة الفوائد دي لما نتكلم عن سفر الرجالة والأولاد، لكن لما نيجي بقى نتكلم عن سفر البنات لوحدهم، الحقيقة هنا غالبا وبسبب الخوف وخوف الاهل ونظره المجتمع ليهم واسباب كتير جدا، بنتكلم عن مشاكل مش بس فوائد. بس عايزين نقول لكم ان النظره دي لسفر البنت لوحدها بدات تتغير شويه في الفتره الاخيره، خصوصا بعد ظهور بقى نماذج كتير جدا لبنات قدروا ان هم ياخدوا لقب رحاله او ينقلوا تجربتهم التجربه بتاعتهم فعلا لغيرهم، ويبداوا يشوفوا يورونا ايه الايجابيات بتاعتها وايه مميزات ان البنت بالعكس تسافر لوحدها مفيش مشكله وتعتمد على نفسها ازاي. من النماذج دي هنقابل دلوقتي معانا منورنا منى شاهين صاحبه مبادره شي ترافلز، وكمان هتكون معانا دينا فتحي وهي عضوه من صاحبه المبادره، كمان هيعرفونا اكتر ان الموضوع مش مجرد ان انت تسافر، يعني الفكره عندهم مش مجرد ان انت تسافري بس. هنعرف كل ده معاهم النهارده. صباح الورد عليكم. صباح الورد عليكم منى ودينا. خليني ابدا مع منى، بما ان انت يا منى صاحبه المبادره شي ترافلز، فخليني اسال هي ايه القصه، ابتدت امتى؟ هل انت بعد ما سافرتي كتير مثلا فروحتي عامله المبادره او البيج دي، هي على الفيسبوك صح؟ اه بالظبط. فاحكي لنا بقى القصه ايه. هي البدايه ان انا اول سفريه ليا كان عندي 26 سنه، عملت يورو تريب، سافرت 7 دول لوحدك؟ خدت واحده صاحبتي معايا. لا قصدي من غير الاهل يعني. اه من غير الاهل، من غير اي حد. هي الفكره ان انا خدت وقت طويل جدا، يعني انا من وانا صغيره وانا بحلم ان انا بنام، بحلم ان انا بسافر بلف. واهلي طبعا كونسرفاتيف جدا، وبابايا قلوق جدا، مش الشخصيه القلوقه، فصعب جدا انه يسيبنا ننطلق يعني. فخدت وقت طويل جدا عبال ما اقدر ابتدي اسافر. اوكي. وبعدين بدات اما سافرت ل7 دول بقيت انزل صور كتير، بقيت انزل مثلا احكي على حاجات. فبعدها على طول اول ما رجعت لقيت بنات كتير جدا بتسالني حتى ما اعرفهاش، وابتديت ارد عليهم. فبعد ما ابتديت ارد على كذا واحده، في بنتين من صحابي سافروا لوحدهم، وفي واحده ناس ما اعرفهمش كمان، بقيت ارد عليهم ويسافروا. فكرت ان انا دايما عندي فكره يعني ان اي حد ليه لازم يكون ليه دور في المجتمع. دي من ضمن المبادره صح؟ اه. اوكي. فكرت ان اي حد، دي كانت في باريس ديزني لاند، واللي قبلها كانت في عمان. اوكي. ودي من رحله اسكندريه. دي في ايسلند. حلوه قوي. دي في الدنمارك. دي دايفنج في دهب. دي رحله اسكندريه برضو. دي كنا على مركب في ايسلند. دي فيتنام. دهب. دهب دي متهيألي اللي هي داخل المبادره بقى. ايسلند برضو. دينا اكتر حاجات صعبه قابلتك ايه؟ يعني انا شايفه لفيتي دول كتير، فعايزه اعرف بالذات الدول اللي خارج مصر، هل التعامل مع مثلا هناك، انت مثلا الافرج انت بتقعدي كام يوم هناك؟ لا في مره قعدت شهر. منا عفوا. منا مره قعدت شهر، مره قعدت 3 اسابيع، اسبوعين، 10 ايام. اوكي. ايه بقى موقف صعب يمكن في البدايه حسيتي ان لا انا ما كانش المفروض اسافر، او لا كان المفروض يبقى في حاجه احسن من كده حصلت؟ يعني عايزه اعرف، عايزين نعرف كل المشاهدين، هل في حاجات صعبه قابلتك حتى ولو واجهتيها ازاي؟ اوروبا مشهوره بمحاولات السرقه بتاعتها. يعني الواحد وهو مسافر اوروبا لازم يوزع فلوسه، ولازم يحط الفلوس زي شنطه كروس كده وتحت الهدوم. اوكي. اتعرضنا لكذا محاوله سرقه، بس احنا قاريين وعارفين مثلا ان احنا ان احنا لازم تاخد بالك، ومثلا دي تيب عارفينها قبل ما نسافر فمحضرينها، فما تعرضناش للموقف ده. في موقف مثلا كان بعد احداث اللي حصلت في فرنسا، كنت قاعده وفي ناس من فرنسا فابتدوا كانوا مشدودين شويه، كنت قاعده في ايفنت في مكان فيه ناس من كل جنسيات العالم يعني. فبرضو بس ما ابتديت اتكلم معاه ويلاقيني اوبن مايندد وكويسه، بقينا صحاب جدا لحد دلوقتي. في فيتنام، في واحده ماشيه كانت ماشيه بالموتوسيكل غلط،
في يعني بين العربيه والاوتيل وماشيه بسرعه جدا، فبفتح الباب طارت ووقعت وتعورت وما كناش عارفين اللي حصل لها، اتكسرت ولا اي حاجه. قالوا لي سيبيها هي الغلطانه، بس طبعا خدتها. طبعا انا فكري جه الطوارئ، الطوارئ في البلاد يا اما بتعالج ببلاش يا اما ارخص حاجه، فحتى لو عندها مشكله لان هم في فيتنام فقراء جدا، وحاولت بنت اساعدها مش هتكلف كتير وفي نفس الوقت اكون ساعدتها. هتعمل الاكس راي، هطلع الريزلت دلوقتي، خدتها للطوارئ وعملت عليها اكس راي، طمنت انها كويسه. قلت لها انت عاوزه ارتاحي يومين في البيت بتاخدي كام؟ اديتها فلوس اليومين اللي هي بتشتغلهم. رجعت لقيت صاحب الاوتيل منبهر باللي انا عملته، بيقول لي انت اطيب قلب شفته في حياتي. وقعدنا يوم فور فري، واليوم اللي بعده هنقعد بنص الثمن، وعزمنا على العشاء. ويعني طيب هنرجع طبعا لحضراتكم، بس خلينا نقول معانا خبر عاجل، مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، وهنوليكم طبعا كل شوية بآخر التطور الأخبار. طيب أرجع لك بقى يا دينا، وأنت انضميتي للمبادرة دي، إيه يعني إيه اللي عجبك؟ وخلي بالك أنا لسه كنت قبل ما نبدأ الفقرة، دينا متجوزة، فدي برضو حاجة لطيفة ان انتي جوزك متقبل الفكرة دي، لان في رجالة كتير جدا يقول لك لا لا رجلي على رجلك هنسافر مع بعض، لكن ان هو يتقبل انتي تسافري لوحدك مع صحابك او ضمن مبادرة كمان من صحابك، انتي اصلا الناس ما تعرفهمش، فدي شابو لي يعني. لا حقيقي هو شابو فعلا لي، لان هو شايف ان احنا عندنا دور بنعمله. الفكرة بالنسبة لي أنا أول ما تعرفت على شي ترافل كنت شفت رحلة اسكندرية فقط، كانت دي أول حاجة عجبتني الفكرة كرحلة. دان بدأت يعني أكونتكت منا والأدمن بتوع البيج. أنا أرادي الباك جراوند بتاعتي في موضوع اللايف كوتشنج وموضوع السفر، فلقيت إن إحنا بقى في بينا إكسبيرينس بنتكلم في الموضوع. They offered me طب أنت ممكن تساعدينا في الفكرة، وأنا كمان أرادي بحب ده موضوع اللايف كوتشنج، إحنا ده اللي إحنا بنتكلم فيه. الفكرة عندنا مش بس تسافر، الفكرة ايه اللي بعد السفر؟ زي ما قلنا السفر 7 فوائد. مش مهم بس انك تسافري، المهم ان انت تبلاني اصلا انت عايزة ايه الفاليو اللي هتجيلك بعد السفر. هتستفيدي ايه؟ ايه الحاجة اللي اتغيرت فيكي بعد ما رجعتي؟ اوكي ده يبقى بناء على في جدول معين او حاجه انتوا عاملينها، لان معظم الناس اللي بتسافر حتى عايزه اقول لو هم جروب ومتفقين، زي مثلا انا وصحابي هنطلع اسكندريه، تلاقيهم وصلوا لاسكندريه وهم قاعدين مش عارفين يعملوا ايه، فاليوم بيضيع ان هي السفريه يعني راحوا المكان وقاعدين ما استفادوش اي حاجه ورجعوا زي ما هم. ما هو ده اللي احنا اللي قلته لحضرتك في الاول، ان اوريدي انا عندي باك جراوند في موضوع البلاننج بتاعت السفر، وهم اوريدي فيري اورجنايزد، هم منظمين جدا، بس عملنا بروجرام احسن حاجه ممكن البنات تستفيد بيها في التريب. طبعا كانت الايديا وهم مسافرين، هم مسافرين رحله اوكي، فكانت بالنسبه لهم ان احنا كمان نلتزم بوقت دي بقى وبروجرام، كانت غريبه عليهم شويه. المفروض هم طالعين سفريه، مجرد ان احنا هنوصل اسكندريه وكل واحد ممكن كل واحده تبقى براحتها، لان انا رايحه سفريه ترفيهيه يعني عايزه اتبسط. خلاص هم انبسطوا طبعا. احنا اول ما وصلنا انا حابه الصوره دي قوي. ده ايه دي؟ هقول لك الصوره دي، انت واخده بالك من الصوره؟ البنت مفعوصة يعني ده التابول للمجتمع المصري او اي مجتمع بيحب يحط البنت في في التابو ده. انه العادات في حتة والتقاليد في حتة، وبلس الايديا بقى بتاعت ماما وبابا. بابا عايز ولاده يطلعوا زي ما هو عشان لو دكتور يبقى ابنه او بنته دكتورة. نفس الماما القصة بتاعتها عايزاها تتكرر، لكن احنا بنشجع انه اختاري صح، يعني ده اللايف كوتشنج ودي الايديا اللي احنا كلنا متفقين عليها، اختاري اللي انت عايزاه اللي حد عايزه، ومحدش هيعرف مصلحتك اكتر من نفسك. انت عارفه احنا عندنا المجتمع مش عارف هو عايز ايه، يعني المشكله اصلا هو مش بيعرف هو عايز ايه، هو اتعود ان يقولوا له هو عايز ايه. عندنا فعلا عادات وتقاليد احنا كلنا اتربينا عليها في الصف، اللي هو يا جماعه ما هي يعني ما يصحش. لما الواد بيفكر فيها هي مالهاش علاقه بان دي صح ودي غلط. طيب خليني اسالك يا منى، لما انت عملتي كل تبع شي ترافلز الرحلات كلها لسه داخليه ما سافرتوش بره، طيب هل وانتم مسافرين بره البلان بتاعكم انتم ان شاء الله هتسافروا بره مصر؟ ان شاء الله. خليني اعرف ايه الشروط، يعني هل مثلا تبقي حاطه شروط معينه للبنات اللي بيجوا يتقدموا للموضوع ده ولا لا؟ هي
هي مش شروط بس، هم يبقوا فاهمين الفكره من السفر. يعني برضو احنا هنطلع يبقى فيها لايف كوتشنج، هيبقى فيها يعني السن، موافقه الاهل، الحاجات طبعا دي بتفرق. موافقه الاهل والسن، احنا مش بنتكلم على سن صغير، احنا بنتكلم على ناس ماتيور اوريدي، هم عندهم الايديا، يعني فاهمين ايه الايديا، عندهم نفس الفكر بتاعنا، فاهمين الفكر بتاعنا، عارفين مش عايزين يسافروا وخلاص برضو، يعني اصل سفر أيوة. وخلاص. انا عايزه هنا تفصيل شويه اكتر، يمكن نرمين كانت تقصد نفس الموضوع. ما هو الناس فاهمه ان هي مسافره وخلاص، احنا مسافرين يلا نسافر هنروح للدكتور. بس عارفه يا سمر ايه بقى اللي انتوا عايزين توصلوه؟ لا، ولما نسافر مع صحابنا، يعني انا مسافر مع صحابي اكيد اهلي خلاص هم عارفين صحابي دول مين، لكن هسافر مع ناس انا ما اعرفهمش برضو، انا كأم لا هقلق على بنات. احنا عشان كده بنعملها بنات بس، وبنعمل الجايد بنت وسافرت كتير وعندها اكسبيرينس، وبتبقى حتى كرايتيريا معينه، يعني بنختار اماكن سيف، مش هيقعدوا في اي حته، مش هنقعدهم في هوستلز. هي الهوستلز انا جربتها وامان وكل حاجه، بس كتجربه اول مره للبنت اللي سافرت صعب الاهل يوافقوا فكره زي دي. فبنعمل كرايتيريا معينه للسفريه تكون مقبوله من الاهالي كبدايه، كبدايه كويسه، يعني كبدايه ان هو دول بنات بس، الجايد بنت سافرت كتير، امان في اماكن، امان في اماكن مش هطلعها لهم، هي امان بس مشهوره للاهل او مشهوره للناس ان هي مش امان. انا ما سافرتش حته حسيت انها مش امان، يعني حتى فيتنام قالوا لي عليها مش امان، ومن أيوة. من امن البلاد اللي شفتها في حياتي يعني. طيب احنا هنكمل مع حضراتكم بس ناخد انجي ونرجع لكم تاني. انجي صباح الورد عليكي. انجي الخط فصل، حاولي تكلمينا تاني يا انجي. برضو هسألك انتوا الاثنين بقى، دينا ومنى، انتوا خلاص بقيتوا زي بارتنر مثلا مع بعض دلوقتي صح كده؟ طيب هل في سفرية من السفريات زي مثلا كذا بنت سافروا معاكي قرروا الموضوع تاني؟ يعني بتتجمعوا خلاص بقينا صحاب، يعني انا سافرت مرة وعجبني الموضوع، بتلاقوا نفس الشخصيات بتتعاد تاني، بتتكرر تاني؟ اكشولي ده حصل فعلا معانا بعد رحلة اسكندرية، احنا كنا كلنا نيو على بعض، يعني ما كانش في صحاب طالعين مع بعض، جست مثلا كانت في واحده ومامتها، بنتين اخوات، بس ما حدش كانوا صحاب اصلا. دلوقتي احنا كلنا عاملين جروب وصحاب وبنخرج مع بعض، وبنعمل حاجات جماعيه بينا وبين بعض، واوريدي بلاننج ان رحله الدهب اللي جايه معظمها من الناس اللي طلعت معانا قبل كده وجربت. لان اوريدي هم احنا على البيج حاطين تفصيل تفصيل التفصيل لبلان الرحله شكلها ايه، بلس مش عاملين حاجه ريستريكت، احنا حاطين اختيارات لكل الناس تحب تعمل ايه. طيب انجي رجعت لنا تاني، ناخدها ونرجع لك. يا انجي صباح الورد. صباح القشطة عليكم. صباح النور. وحشتينا يا انجي. ايوه انجي والله. ايه يا انجي وحشتوني قوي 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 قوي. طب انتي فين بقى؟ والله انتي فين؟ لا لا هو بقى ابني تعبان، ظروف الجو متلخبطه جدا. لا الف سلامة عليك بقى. واكتئاب بقى وكده. اخباركم ايه؟ الحمد لله. انتي عامله ايه؟ تمام. انا كويسه بصبح حضيوفي. ايه رايك في المبادره اللطيفه دي اللي احنا كلنا الستات هنطلع فيها ان شاء الله؟ انا عايزه اقول لكم حاجه، ان انا هعمل مشكله وهعمل انقلاب. لازم. لا لا احنا الفقره دي مش عشان نعمل مشاكل ما بين الازواج لو سمحت، يعني ايه التأذين؟ عايزه اقول لك ان انا في حياتي، يعني في حياتي هتستغربي جدا، ما روحتش اي مكان غير بسافر مصر، السعوديه، مصر، الامارات، مصر، كذا يعني. ومع جوزك طبعا يعني. على رجلي. مع اهلي في الاول، مع اهلي في الاول. يعني انا ممكن عايزه اقول لك افتكر موقف زمان، بابا عايزين يا بابا نطلع مره نصيف، مره واحده بس نصيف، يقول لي انجي هو انت ما انتش عارفه البحر، ادخلي يا حبيبتي اعملي لك البانيو ميه وقعدي فيها. عارفه هو كده والله. يعني هو ده، يعني حتى لو رحنا مثلا يعني في السعوديه او كده ممنوع اللي هو ننزل طبعا البحر او الاختلاط طبعا يعني انت فاهمه، فانا عمري ما رحته. طب عايزه اسالك على حاجه، انت عندك انا مش فاكره طبعا عندك بنات ولا اولاد يعني؟ لا انا عندي ولد. عندك ولد. طيب يعني لو عندك بنت هتسيبيها تسافر لوحدها وكده؟ لا عمري عمري طبعا. ليه بقى؟ لان خلاص هي هطبعها على طبعي من الخوف، قلق اهلي عليا، ودايما احنا ما عندناش كده وعادات وتقاليد، البنت عمرها ما بتطلع لوحدها. احنا كنا بنتكلم فيها انجي بقى، ان بس انجي ما هي انت اهو متضرره، يعني انت كان نفسك تسافري ولسه. يعني ضيوفنا بيقولوا ان الموضوع ما بقاش زي ما الناس فاهمه، يعني ان انت اصلا تطلعي على ثقافات جديده وعلى
وعلى بلاد جديده، ده في يعني ميزاته اكتر مميزاته، يعني تمام، بس مين اللي هيديكي ده؟ مميزاته اكتر من سلبياته، فاهماني؟ تمام، بس مين اللي هيديكي ده؟ اوكي، ما هو انت ممكن تبقي ما خدتيش الفرصه دي، بس لازم في الاجيال الجايه مع التطور والتكنولوجيا اللي احنا بنعيش فيها يوم بيوم، لازم يبقى عندنا الروح دي، يعني اللي هو نبقى مرنين شويه في تربيه اولادنا، ان احنا نخليهم يطلعوا. على فكره دي حاجه بتفيدهم والله، يعني بس عايزه اقول لك على حاجه، انت كأم يعني مثلا انت كأم هتخاف على ابنك، واكتر حاجه بتجيلك على طول التفكير. بصي، عايزه اقول لك حاجه، الام هتفضل تخاف على ابنها او بنتها لحد ما يبقى جد وجده، يعني خلي بالك في سن معين، يعني هتخافي عليه مثلا لحد 60 سنه. يعني طب احنا عايزين نتكلم انجي، اتفضلي معاكي منى ودينا. انجي اتفضلي معاك. انجي صباح الخير. صباح النور عليكم. ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. بصي يا انجي، عايزه اقول لك ان انت لو جالك بنت هتظلميها جامد جدا. طب ما انا مظلومه في حياتي، يعني انا شوفي عمري 28 سنه، مظلومه 28 سنه يعني. انا قلت يمكن لما اتجوز حياتي هتتغير، هم نفس العقليه دي. لا، هم بيحاولوا يحملوا الجواز اكتر من طاقته، يعني بيحملوا الجواز السفر والمتعه والفسح اكتر من طاقته والجواز. لا، وانك هتبقي سعيده لما هتتجوزي، وحياتك هتتغير لما هتتجوزي. لا، وانت هتجيني الحاجات دي غير لما تتجوزي، ان انت تعمليها لما تتجوزي. لا يا جماعه، ده اللي بيحصل للجواز على فكره. الموضوع حتى بيبقى مرهق ومتعب على الراجل، يعني الموضوع مش ان هو ما بيحققش احلام، لا هو يعمل ايه ولا ايه؟ ولا انا مستني كل حاجه في الدنيا فانوس سحري ايه؟ بس هقول لك على حاجه، ساعات الراجل فيه، الراجل بيتلذذ ان هو ليه سيطره على البني ادم اللي معاه. يعني هقول لك على حاجه، ممكن مثلا في شهر العسل او حاجه، طب انا ممكن بس اتمشى بس مثلا على البسين على البحر شويه او كده، قدام عينيا ما تروحيش من قدام عينيا. فين يا انجي؟ فين؟ ممكن تقولي بس هو فين دلوقتي؟ الشغل في الشغل. هو لازم يقول الحمد لله، اكيد ما بيتفرجش. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، بصي انا عايزه اقول لك بجد على حاجه، يعني انا وانا برضو قبل ما اتجوز واخلف، انا بابايا كان فكره ان انا اطلع رحلات دي مرفوض، يعني النقاش نفسه مرفوض. تمام. لما انا خلفت طبعا احساسي كأم بابني خايفه عليه، بس غصب عني، وده غصب عني طبعا، لكن انا بقيت اقول ايه، ما هو العمر واحد والرب واحد. هو يعني هو كان خايف عليا من اللي قدر الله يحصل حادثه يحصل حاجه، لكن مش عدم ثقه ومش عادات وتقاليد، لا هو خايف عليا. فانا بقيت بالتالي لما انا فعلا خلفت حسيت بابويا وامي كانوا حاسين بايه. تمام. بس انا لا، انا بقى ما عملتش زيك، لا بقيت اسفره واسفره رحلات بعيده واسيبه، وبقيت اقول ايه، يعني لو ربنا فعلا كاتب حاجه هتحصل حتى لو هو قاعد في البيت. فانا ده كان فكري، ان انا خوفا عليه. نقول حاجه كمان، ويمكن انتوا تؤكدوها معانا، الموضوع بيترجم احيانا غلط عند الطفل، او ما هو بيكبر انت بيبقى عندك حب ان انت تعملي تمام كل حاجه انت اتمنعتي منها، فده غلط. يعني لازم يبقى فيه ثقه، ولازم تديها له او تديها لها ويبقوا قد ده، عشان بعد كده لما هي هتاخد الفرصه ان هي تغيب عن البيت شويه او تقدر تسافر، هتعمل كل حاجه هي اتمنعت منها، فاهماني؟ فهو الموضوع بيبقى من وهي صغيره. لا يعني زي ما بيقول لك، اوعي انت هتجيبي بنت هتظلميها. فاللي حصل مع انجي او مع سمر او مع او مع او مع الاجيال القديمه، مش عايزينها تطلع مع الجيل الجديد، يعني عايزين يبقى فيه فلكسبيليتي اكتر في التربيه وفي التعاون، لان الموضوع بقى زي ما بقول لك التكنولوجيا بقت مغرقه الدنيا، كل يوم بيظهر حاجه عن اليوم اللي قبليه، اكنك انت في الفه ثانيه خالص، يوم بقى بيفرق. فعليكم التعليق برضه. ما هو ده اللي احنا بنعمله، ان احنا اوريدي السفريات بتاعتنا بنعمل فيها لايف كوتشنج، ان انت ازاي تتغيري وتغيري. يا انجي انت لازم يبقى لك دور، يعني مش لازم اللي حصل معاكي لازم يتكرر. ايوه، ما انا حسيت انت ما بتقوليش بالعكس. انا كمان حرام، ما ينفعش ان احنا الشخصيه، هي دي الفكره. ده اللي احنا بنقوله، الاطفال بيطلعوا مهزوزين، بيطلعوا مش متحملين مسؤوليه. احنا عندنا نسبه كبيره قوي من الولاد والبنات طالعين مش متحملين مسؤوليه، وطالعين مش بيعملوا مثلا كام كده للاطفال. انا الفكره دي بفكر فيها بصراحه. حلوه جدا. يعني حاجه زي كده من طرق، اعتقد وانتوا اكيد عارفين ده كمان، من طرق ان احنا نتعلم لغات، ان البنت او الولد بيسافروا على بيت زي ما انت قلتي. يمكن انا عملتها قبل كده على فكره، يعني عشان يمارسوا اللغه ويتكلموا ويعيشوا مع عائله بتستضيفهم، عشان يتعلموا يتكلموا ازاي بدون مقابل وبدون اي حاجه فايده، وناس تبقى يعني كايند جدا ان هم يستقبلوا حد زي ده ويحسوا ان هم بيعلموه فعلا. وبعدين انت بنتك كده تبقى متاخره على المجتمع، يعني
يعني هتبقى في مشكله دلوقتي ان في المجتمع بقى تنافسي جدا. فانت لو سبتي بنتك او سبتي ابنك متاخر ومش عارف ولا هينجح ولا هيعرف يشتغل بره ولا هيعرف يدرس بره ولا مسؤوليه المسؤوليه اهم حاجه. لان انا شفت من سفر كتير بره شفت الاهالي بيتعاملوا ازاي مع اولادهم، بيسيبوا لهم سبيس بس بيحملهم مسؤوليه. الطفل قد كده بيغسل هدومه، بيشيل طبقه، معتمد على نفسه 100% وليه راي، ليه شخصيه، هو اللي يختار. احنا تماما من الاول بنقول له يعمل ايه وبيتربى على كده، وبعدين نمنعه يسافر ونقفل عليه، وبعدين لما يكبر يشوف بيطلع بيبقى يضايقوا من لما بيطلع احنا بقى بنلوم عليه انت ازاي مش قادر تتحمل مسؤوليه، انت ازاي مش عارفه تاخدي قرارات انت او انت. طب ما احنا كنا السبب، احنا اللي عملنا احنا اللي عملنا ده فعلا. سيبوا ناخد راي رجالي بقى في الموضوع كده، هيرفضوا فبلاش راي رجاله عليك. الو ايوه صباح يا دكتور. صباح الخير، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ احييكم طبعا واحيي الفكره واحيي الافكار الجديده اللي بتطلع في المجتمع، لان طبعا انا عندي قاعده عامه ان اللي يعوز يعمل حاجه هيعملها حتى لو قفلت عليه بالظبط كده. وده اللي احنا بنقوله بالظبط. انا برضو انا يمكن ابتديت الموضوع ده قبلكم، كنت بسافر ووالدي كان بيخاف عليا طبعا وانا صغير، لان ما كانش في يميها لا موبايل ولا نت ولا اي حاجه، لدرجه ان انا طلبت مره من على سلم الطياره قلت له انا طالع المانيا سنه 95 او 96. فالسفر فعلا بيغير جدا وبيغير الفكر وبيكبر التنميه يعني حضرتك لو عندك حضرتك لو عندك بنت ما عندكش مشكله ان هي تسافر، هي دول خلي بالك بقى ده مش هم مش صحابها. انا حضرتك القاعده العامه، القاعده العامه اللي انا مقتنع بيها من وانا صغير ان اي حد عايز يعمل اي حاجه حتى لو حبيتيه تربح حيطان هيعملها. ده بالعكس، احنا قلنا الممنوع مرغوب، يعني طول ما انت بتمنع بقسوه لا هيطلعوا عايزين يعملوا العكس تماما. يعني بس لا كمان السفر يعني احنا مثلا واخدين فكره عن ان اوروبا وامريكا مثلا فيها حريه ومش عارف ايه وكل حاجه والناس ماشيه في الشارع بقله ادب وكلام، مفيش الكلام ده خالص. صح، للاسف ده الفكر اللي كان متاخد. بس اعتقد يا دكتور هشام برضو بقى لنا كذا سنه الفكر ده تغير، يعني بقى لنا بما اننا بقينا مطلعين اكتر على الدول الاوروبيه فبقى الفكر اتغير عن اوروبا ان هي بلاد الحاجات او خلينا نقول ان هي عادات وتقاليد. اتفضل. قمر هقول لك على حاجه دلوقتي، انت كنت كلنا كنا بنتكلم في موضوع التحرش اللي حاصل في مصر، واصل البنت لبست على الركبه واصل مش عارف ايه وبتاع، طب الناس بره بتلبس براحتها ما حدش بيبص لحد، اشمعنى ماشيين قرانين بره؟ يا جماعه الموضوع المرض جوه عقل البني ادم مش في اعضاء. ما عشان كده بقول لحضرتك الفكره اتغيرت ان اوروبا بيلبسوا قصير فيبقوا مش كويسين او بيعملوا كذا فيبقوا مش كويسين. اتغيرت عند مين؟ يعني ما هي دي النقطة، احنا عايزين بقى كل الناس. لا احنا عندنا في ده جزء صغير اللي اتغير يعني من الشعب. لا بس لسه طبعا حضرتك راحت كمبوديا وراحت تايلاند وراحت فيتنام وشافت كده، ورغم ان ما عندهمش دين خالص وبيعبدوا بوذا وكده، بس خلي حد يقع منه 100 دولار هتلاقيها مش هتتسرق، هيجيبها لك. صح. مفيش سرقه هناك خالص، يعني تايلاند دي لو بقول لحضرتك لو سبت العربيه مفتوحه ومحطوط فيها كيس فلوس قد كده محدش هيقرب، لان ديانتهم تمنعهم من السرقه. وفيتنام البنات كلها سايقه. والله يا استاذ يا دكتور هشام انا فخوره بحضرتك جدا ان انت رجل والله بجد. والله بس انا زعلان انكم يوم الجمعه مش شغالين. معلش بقى والله يعني ناخد اجازه يوم بقى يعني اجازه. ده اليوم الاجازه بتاعتنا يعني. بصوا ادخلوا اعملوا فوتنج بقى على الصفحه، والاداره ليها حق ان هي تعمل اللي هي عايزاه، بس خلي الناس تعمل فوتنج بقى. بنشكرك يا دكتور هشام وصباحك زي الورد. معانا سلمى ولا مش معانا سلمى؟ معانا سلمى. يا سلمى سلمى الو يا سلمى، وطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون. ايوه حاضر، ثانية واحدة. اتفضلي. ايوه سلمى الو. ايوه يا حبيبتي. والله هو فعلا فكرة ان الاهل بتخاف على البنات زيادة عن اللزوم دي فكرة ممكن تضايقهم. هو انت عندك كام سنة بس الاول يا سلمى؟ انا عندي كم؟ سلمى الخط فصل. طب حاولي تكلمينا تاني يا سلمى، بس هي صوتها طبعا صغير جدا ومش عارفه هي نايمه ولا صوتها، بس هي صوتها صغير يعني صوت زي سلمى ده 17 سنه. انت قلتي لي لازم سن معين صح؟ مش لازم، بس احنا بنفضل البنات تكون تقريبا خلصت الجامعه علشان تبقى الفكره بالنسبه لهم واضحه. وعلى فكره بمناسبه التقفيل انا اوريدي مولوده في الخليج.
فطبعا انتوا اكيد عارفين يعني ايه انك تعيشي وتولدي في الجولف اري، ديفرنت كالتشر تماما عن مصر. واهلي مش كانوا بقى بيخافوا اوريدي، الايديا دي ما كانتش بالنسبه لهم موجوده اساسا، موجوده اصلا. بس هم عملوا معايا احلى حاجه في الدنيا، ان هم ادوني الحريه اللي انا كنت بخاف منها. يعني كنت بخاف من الحريه، فكنت بخاف اعمل حاجه غلط من الحريه اللي هم مدينها لي. فادوني كل الصلاحيات، فعرفت اختار صح، عرفت اتجوز كويس، عرفت اختار حتى التعليم اللي انا بحبه، الشغل اللي انا بحبه، اهلي ما جبرونيش على حاجه خالص. فده اللي احنا بنقوله للناس، ان حتى لو انت تعرضتي لاي ظروف حياه، انت ابتدي غيريها، اقري، اعملي لايف كوتشنج، جويني لمجموعه بنات، حتى مش لازم للسفر، لانك تغيري، انك تتعرفي بس حتى على ناس مختلفه وتفهمي منهم، اكيد هتكتسبي حاجه، يعني اكيد في حاجه هتاخديها. احنا دلوقتي بنعمل ثيرابي بالعلاج بالجمال بالكلام. ومصر فيها اكتيفيتيز كتير جدا، يعني انا عملت باراشوتنج هنا، عملت دايفنج، بنروح تجديف، بنروح سكواش، بنروح حاجات كتير جدا، بتتعرف على ناس. يعني برضه هو هم يبتدوا بالقرايه، القرايه مهمه جدا، القرايه اللي فرقت في شخصيتي. طب انا عايز اعرف حاجه، معلش، هي الحاجات دي ما تبقاش مكلفه؟ لا يعني رخيصه جدا. مثلا يعني مثلا انا عايزه اعمل رحله لطيفه كده معاكوا جوه مصر، حضرتك ادخلي على البيج. البادجت قد ايه؟ ما ينفعش اقول النمبر، يعني ينفع اقول الافريج؟ بنتكلم ان مثلا لو رحله دهب اللي احنا بنتكلم عليها دي هتبقى 5 ايام، احنا اوريدي قاسمينها نصين. ايفن حتى البنات اللي عايزه تاخد لايسنس للغطس عاملين لهم بروجرام، وعاملين برنامج للناس اللي تطلع الجبل، وعاملين حاجات حره كتير، وعاملين تشويسز كتير. يعني لا تسي الافرج من 1000 ل 1500، 1000 ل 1500 مش عايزه اقول طبعا. ايام وبالاوتيل، والاوتيل بيبقى كويس، 5 ستارز. هي دي الفكره، احنا بناخد وقت طويل اصلا. طب انتوا بتجيبوا الريت ده ازاي؟ معلش، ما هو ده اللي بيخلينا ناخد وقت عشان نعرف نرتب الرحله. يعني بنفضل عشان نجيب ريت كويس، بنخطط، بنشوف اسعار. سؤال مرتبط بده، كل حوالي قد ايه بتعملوا رحله؟ ولا هي باي لاكس يعني بتيجي كده بالحظ؟ لما مرتبين، يعني اما احنا بنحط مثلا بلان ونرتب عليها، يعني نحط بلان عايزين نطلع رحله في الوقت الفلاني ده مناسب، نبتدي نرتب عليها. طب عايزه اقول لك ان كل زمايلنا في الكنترول معظمهم طبعا بيبقوا ولاد، فهم كلهم بيقولوا طب احنا عايزين نطلع، فبقول لهم لا، البنات بس. بقول لكم ما فيش اي رحله كده، بس يوم الولاد. طب بدل ما هم يطلعوا، طب طلعوا اخواتكم، طلع مراتك، طلع بنتك معانا. طب والله واحنا هنساعدكم. طب اقول لك على حاجه، يعني انتوا ممكن تساعدوا مراتك تطلع، انا عايزه تطلع مراتك. كلكم في الكنترول والناس الجميله اللي هنا، انتوا ترضوا تطلعوا مراتكم؟ اكيد لا، محدش رد. محدش رد عليك. يا ريت لا، بينزلوا يا ريت، عايزين خلاص. على فكره، طب اقول لك على حاجه، والله الاجازه دي بتبقى لطيفه جدا. طب بقول لان انت بتحسي بحاجه، والله العظيم بجد عايزه اجي معاك. لا خلاص، اطول من نوعين ولا مش اطول؟ لا هو شحط طويل قد طولي كده. ما هو ولد، ولد. ايوه صح، اي ولد. خلاص يبقى انا هخلص من ابني مفيش ولد عندنا خالص. احنا ده مش عشان حاجه اكتر من عشان نسهل على البنات ان اهلهم يوافقوا. تمام، لان انا عارفه الكالتشر بتاعتنا، بنات كتير قوي اهلهم مش بيوافقوا لو الرحله فيها. طب الرحله الجايه امتى؟ هنعلن عنها. اصل انا عايزه اكتب رحله بره، والرحله اللي جايه دهب قريب اخر الشهر. دي يوم 26. يوم 26. طيب هنبقى متابعين. احنا مسمينها كمان مغامره. ليه؟ هيبقى فيها ايه؟ ما قلت لك هايكنج. هي فيها كل حاجه الدهب العاديه، والكامبينج وكل حاجه، وهايكنج، وكمان الناس اللي هتعمل دايفنج. انا خدت الاوبن ووتر سيرتيفيكت، ودهب من الاماكن التحفه في لا انا ما بعرفش. انا عندي فوبيا، انا عندي فوبيا الميه. بس هزري، هو ده انا رحت خدتيها ازاي؟ ما انا رحت الدايفنج عشان اتخلص من حاجه زي كده. بالظبط. اوكي. يعني انا العلاج اللي هو طب والله شطوره. تخيل المخاوف بتاعتنا. احنا محتاجين، عندنا يعني امراض كتير، فمحتاجين نتعالج معاكم. احنا بنشكركم والله، نورتونا وشرفتونا. منى شاهين صاحبه مبادره شيز ترافلز، وكمان دينا فتحي من اعضاء المبادره. بنشكركم، صباحكم زي الورد. صباح الورد عليكم. صباح الورد. شارينا فاصل صغير ونرجع لكم في الفقره اللي بعد كده.